في شأن مختلف معنا عبر الهاتف مباشرة دكتور عادل الصياد، رئيس قسم مكافحة الأمراض في وزارة الصحة، للتعليق على ما تم نشره على وسائل الاتصال على انتشار حالة من الفزع بشأن فيروس كورونا الذي سجلت دول مجاورة بعض الإصابات منه. دكتور، بداية، ما تعليقكم على ما ذكر في وسائل الاتصال بخصوص هذا الفيروس؟ ذات مساء الخير للجميع، مساء الخير للمشاهدين. طبعا احنا في وزارة الصحة نتابع موضوع الكورونا بصورة مستمرة، وهي المتابعة واقعا مستمرة من سعادة الوزير إلى جميع المسؤولين. يمكن احنا نبدي بموضوع الكورونا أصلا كمرض، يعني الموضوع مرض الكورونا هو مرض يسبب نزلات البرد، واحنا يمكن في معلومة مهمة حابين نذكرها للمشاهدين، أن مرض فيروس الكورونا هو مو فيروس جديد في حد ذاته. نعم. يسبب واقعا 30 إلى 50% من حالات نزلات البرد اللي معظم الناس تصيدهم خلال فترة موسم البرد. ولكن حاليا المنتشر هو سلالة جديدة من هذا الفيروس. واقعا يمكن احنا بعد التوضيح ليس منتشر، هو على مستوى العالم إلى اليوم هو موجود 40 حالة فقط. ولكن تم تسجيل كثير من الحالات في إحدى الدول المجاورة، هي المملكة العربية السعودية نفس ما ينشر في الوسائل المختلفة. الأعراض بالنسبة للمرض هي أنه يكون حمى وارتفاع درجة الحرارة وألم وكحة، هي أعراض نزلات البرد، ولكن بدرجة أشد. نعم. تستدعي الإدخال للمستشفى. واقعا كل الحالات الأربعين اللي على مستوى العالم هي حالات تم اكتشافها في المستشفى، ولم توجد حالات في المجتمع. فيمكن أول نقطة نحب ننبه إليها للجميع أن الحالات المكتشفة وهذا المرض العدد قليل على مستوى العالم كله بما في حتى المملكة العربية السعودية. نعم. الحالات المكتشفة أصلا في المستشفيات فقط، ولم يتم اكتشاف حالات على مستوى المجتمع. في نقطة مهمة جدا هو موضوع انتقال المرض. نعم، ينتقل المرض عن طريق الرذاذ، ولكن للمخالطين للمرض، بمعنى أن إذا في شخص مصاب بالمرض ومنوم في المستشفى وأحد زاره ممكن ينتقل له إذا ما أخذ الاحتياطات اللازمة. فبالتالي احنا ننبه إلى أن شدة المرض، ليس المرض غير منتشر بالصورة اللي قاعدة تنتشر بين الناس. نعم، موجود حالات في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. احنا لحد الحين في البحرين ولله الحمد لم يتم اكتشاف أي حالة. تم فحص عدد من الحالات في المستشفى وتم إرسال العينات إلى الخارج، ولله الحمد لم جاءت النتيجة سلبية بالنسبة. نعم دكتور، على كل حال، هل هناك إجراءات احترازية متخذة من قبل وزارة الصحة؟ نعم، هو واقعا بالتوجيهات من الحكومة، واقعا أن احنا في على تواصل مستمر مع المسؤولين الصحيين في المملكة العربية السعودية، مع منظمة الصحة العالمية للاطلاع. نعم. على آخر المستجدات. يمكن في أهم نقطة احنا قاعدين نسويها هي التواصل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل المختلفة لاطلاعهم على الوضع، وهي يمكن المقابلة أحد الأشياء اللي نسويها. على مستوى التواصل مع الزملاء في المستشفيات، تم إصدار تعليمات بخصوص المرض نفسه ومدى انتشاره وكيفية التعاطي وياه، كيفية أخذ العينات. طبعا في على المدى البعيد راح نسوي تقويه لنظام الترصد للامراض التنفسيه بصوره عامه، والتواصل لا زال مستمر مع العاملين في المستشفيات الخاصه والحكوميه. نعم دكتور عادل الصياد، رئيس قسم مكافحه الامراض في وزاره الصحه، شكرا جزيلا.